علقوا على بابه فانوس. اهدي بس اهدي يا ستي، مش كده. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بس؟ ده انا كل ما بفتكر منظر الشمس وهي طالعه هو نايم على السرير جنبي بيشخر بتقهر. ملحوقه ملحوقه يا ستي، انا هروح للشيخ انوخ وهقول له على كل حاجه وهو ان شاء الله هيحلها لنا. يسمع من فوقك ربنا. ونادر عليا لو حلها لا اتبع جدي وافرقه على الغلابه. جدي واحد؟ طب قولي جديين يا ستي. عجل بحاله؟ عجل؟ بتقولي عجل يا ستي؟ يعني مالك يا بنت، انت اتهبلتي ولا ايه؟ والنبي انا رايحه للشيخ انوخ وجايالك بالبشاره يا اختي. ميلة بختك يا سماح. ايه راي حضرتك في البلاطه دي؟ لا حلوه، هي تحس انها الوانها هاديه ورقيقه كده. فعلا ريلي حضرتك ذوقك يجنن. ميرسي. على فكره دي الوانها باهته وحاساها قديمه جدا، يعني مش فاهمه. اوكي، ايه رأي حضرتك في التشكيله دي؟ لا لا دي بقى مختلفه، يعني تحس انها الوانها مختلفه عن اللي فاتت. ايه رايك يا رشا؟ عاديه يعني؟ عاديه عاديه بصراحه، يعني بصراحه عاديه. طب ممكن نشوف البانيوهات؟ اوكي اتفضل من هنا. ايه رأي حضرتك في ده؟ الله، البانيو ده حلو جدا، تحس كده انه شرح ومرحرح. البانيو ده جاكوزي ومستو نسايتني. هو حضرتك متجوز؟ لا والله. هو ايه ده اللي لا؟ قصدي يعني اتجوز. انا خاطب والانسه تبقى خطيبتي. هاي هاي ورحمه الله وبركاته. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. ادخلي صدق الله العظيم. ان شاء الله بقى عم سالم ولا ايه؟ انا مش عارف اوفي جميلك ازاي يا باشا. لا لا ازاي، ده حقك كبني ادم وكده كده كان لازم تاخده. ربنا يسترك يا باشا. لا سيبه يا ابني، سيبه، اركب انت ورا. تعالى يا عم سالم اركب معايا قدامك.